حياكم الله إن وقتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أكد مصرف الرافدين زيادة حصة المسافر من الدولار إلى 3000 دولار شهريا بدءا من يوم الأحد القادم. وبحسب المصرف فإن اعتماد المنصة الإلكترونية في بيع الدولار مع الإبقاء على التعليمات السابقة التي أصدرها المصرف والمتضمنة إيداع المواطن مبالغه النقدية بالدينار من الفروع المخصصة والتي تم تحديدها مسبقاً، ويكون استلام الدولار للمسافر من منفذ المصرف في مطار بغداد الدولي قبل مدة لا تزيد عن 3 أيام من موعد تاريخ السفر. قالت هيئة النزاهة إنها رصدت حالات هدر وضرر في المال العام بمديرية بلدية العمارة مركز محافظة ميسان، ومغالاة في أسعار الشراء في قيادة الشرطة في المحافظة. وقالت الدائرة إنها ضبطت أوليات ووصولات الجباية الخاصة بساحتين لوقوف السيارات تابعتين للبلدية على إثر حدوث هدر وضرر في المال العام بلغ أكثر من 1 مليار دينار، مضيفة أن مديرية البلدية قامت بجباية مبالغ عن استغلال ساحتين الواقعتين في مدينة العمارة شارع دجلة من عام 2020 حتى الآن، بالرغم من عدم وجود عقد إيجار أو سند قانوني يجيز لها جباية الأموال عن تلك الأملاك بعد انتهاء العقد واستلام المأجور. أعلنت وزارة التجارة في العراق عن ضبط معمل لتصنيع الأعلاف في محافظة وسط يحتوي على كميات كبيرة من الطحين والرز المهرب والعائد إلى وزارة التجارة في محاولة لبيعه في الأسواق المحلية. وبحسب الوزارة فإن المعمل يقع جنوب قضاء العزيزية التابع للمحافظة، حيث بلغت الكميات المضبوطة من مادة الرز 205 أكياس زنة الكيس الواحد 25 غرام وبتاريخ نفادية لعام 2025 مخصص ضمن مفردات السلة الغذائية، إضافة إلى ضبط 170 كيس رز زنة 25 كيلوغرام وتاريخ نفادية 2024 مخصص أيضاً للبطاقة التموينية. أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة النظام السوري رفع سعر مبيع مادة البنزين بقيمة 1000 ليرة للتر الواحد، يأتي ذلك بعد مرور نحو شهر ونصف على آخر رفع لسعره. وهذا وحددت الوزارة سعر مبيع لتر البنزين ب 8600 ليرة سورية للتر الواحد بدلاً من 7600 ليرة، وقالت إن السعر الجديد يتضمن رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بمبلغ 50 ليرة سورية للتر الواحد دون أن تبرر سبب الزيادة الجديدة في السعر، وهي الرابعة خلال 7 أشهر. مناطق سيطرة النظام تشهد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية مع استمرار مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم من المحروقات. انخفض مؤشر أسعار الغذاء العالمية في شهر حزيران إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، مدفوعاً بانخفاض كلفة السكر والزيوت النباتية والحبوب ومنتجات الألبان حسب ما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة فاو التابعة للأمم المتحدة. المنظمة أعلنت أن مؤشرها الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولاً عالمياً بلغ في المتوسط أكثر من 122 نقطة في شهر حزيران مقابل 124 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق، بعدما كانت قراءة شهر أيار في الأصل 124. وتوقعت فاو أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب هذا العام 2.8 مليار طن بارتفاع طفيف عن تقديرات الشهر الماضي.
والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.